يعني بالحقيقة فيما يخص قضية المادة 42 كان فيها بعض الملاحظات والشد وجذب في أروقة مجلس النواب. القضية أن المادة 42 لابد أن تفسر بالشكل اللي ما يلحق الضرر بالمواطنين ولا يلحق الضرر يعني رفع سعر الوقود، ورفع سعر الوقود يعني يستغل الآخرين بزيادة الأسعار على المواطنين جميعا بكل السلع والمنتجات. إن شاء الله هذا اليوم تمرر إن شاء الله على اعتبار أغلب الموازنة صوت عليها، والنقاط الخلافية خلافات اللي موجودة بهم مو جوهرية، خلافات بسيطة عادة صياغة، وإن شاء الله يتفق عليها ويمضي الحال.